مرحبا، اسمي لقاء عتامة، وبفيديو اليوم رح نحكي عن أهم الأسئلة اللي ممكن تنسأل خلال مقابلة دراسة الدكتوراه. برضو رح نحكي ليه هي مهمة وبالعادة بيسألوها، ورح أعطيكم بعض النصائح اللي حتساعدكم تجاوبوا عليها. الأسئلة والنصائح اللي بالفيديو بتنطبق برضو على مقابلة الماجستير أو مقابلات العمل بعد الدكتوراه، مثلاً كبوست دوك. الفرق الوحيد انه بعد الدكتوراه على الاغلب ينطلب منك تعمل بالاضافه للمقابله برزنتيشن عن الابحاث اللي عملتها خلال دراستك. تابعوني وخلونا نتعلم سوا. مقابله الماجستير او الدكتوراه هي جزء مهم من طلب القبول للابحاث بالدراسات العليا. المقابله هي فرصتك لتلتقي بافراد القسم اللي على الاغلب راح تكمل فيه، فرصتك لتناقش أفكارك ومشروعك المستقبلي بالأبحاث، وفرصتك لتورجيهم إمكاناتك كباحث أكاديمي بالمستقبل. طبعاً المقابلة هي برضو فرصة لجنة القبول لتقييم إمكاناتك وقدراتك. بالمقابلة رح تحتاج تورجيهم إنك فاهم وعارف التوقعات من طالب الدكتوراه. بدك تثبت لهم إنه عندك التطلعات الصحيحة والنهج العملي لتشتغل على الأقل 3 سنوات بمشروع بحثي معين. بدك تفهمهم وتوضح لهم إنه بنظرك هاي هي الجامعة المناسبة، القسم المناسب، والمجموعة البحثية المناسبة إلك ولأهدافك بالمستقبل. مش مفروض المقابلة تكون مقلقة ومخيفة لطالب الدكتوراه، بس برضو مفروض نحضر لها ونفكر فيها ونستعد لها لنسهل على حالنا إجابة الأسئلة وتبسيطها. بفيديو اليوم رح نحكي عن أهم الأسئلة اللي ممكن تنسأل خلال مقابلة الدكتوراه. رح نحكي ليه هاي الأسئلة مهمة، ورح أعطيكم بعض النصائح اللي حتساعدكم تجاوبوا عليها. طبعاً مش بالضرورة إنك تنسأل كل الأسئلة اللي بالفيديو، وعلى الأغلب ما تنسألهم بالترتيب اللي أنا حكيه. بعض هاي الأسئلة متداخل مع بعضه، لكنها كلها بتصب بمواضيع مهمة مفروض تكون مستعد لمناقشتها بالمقابلة. في عادة 3 مجموعات مختلفة من الأسئلة المتوقعة بالمقابلة. رح يسألوك أسئلة عنك، أسئلة عن برنامج الدكتوراه أو مجال الأبحاث المطروح وليه اخترته، أسئلة عن المؤسسة أو الجامعة اللي مقدم لها وليه اخترتها. برضو حيكون عندك فرصة بالمقابلة إنك أنت تسأل اللجنة عن أي موضوع بخص الدراسة، الأبحاث أو الجامعة. هلا رح نحكي عن هدول المجموعات بالتفصيل مع أمثلة. رح نبدأ بأسئلة المقابلة عنك. صفاتك الشخصية كطالب، كعضو بالفريق، وكشخص بشكل عام تعتبر من أهم العوامل في قرار الجامعة لقبولك للحصول على درجة الدكتوراه. بغض النظر عن مجالك التعليمي، مفروض تكون شخص عنده القابلية إنه يكرس حاله لمشروع مدته على الأقل 3 سنوات. لازم يكون عندك قابلية تشتغل وتتعاون مع طلاب وأكاديميين ثانيين لتخلقوا بيئة بحثية إيجابية وناجحة. المقابلة هي أفضل طريقة للجامعة لتقييمك. زي ما الدكتوراه تعتبر أكبر من بس إجراء أبحاث وكتابة، طالب الدكتوراه هو أكثر من علامة سنوات سابقة وسجل أكاديمي. من الأسئلة اللي ممكن تنسألها عن حالك، ممكن يحكوا لك ببساطة احكي لنا عن حالك. يمكن تحس إنه هذا سؤال غريب وصعب جوابه. سهل الواحد يحكي عن مشروع بيعمله، عن مواد بياخدها، عن جامعة حاب يدرس فيها، بس الواحد ما بيعرف شو بده يحكي لما ينطلب منه يوصف حاله أو يقيمها. بدك تعطيهم مقدمة عنك. لما يطلبوا منك تحكي عن حالك بشكل عام، احكي لهم عنك، مين انت، من وين، شو اهتماماتك. عادي تربط مثلا اهتماماتك بليه قررت تكمل دراسة بهاي الجامعة او هاي المدينة. طبعا مش ضروري يكون كل حكيك عن الدراسة وكل اهتماماتك تعليمية واكاديمية. اذا كان في اي اشي الهمك مثلا لتكمل دكتوراه اذكره. اذا كان في اي اشي جذبك لهاي المدينة او الجامعة احكي لهم بشكل عام. تجنبوا التفاصيل الشخصية المملة والغير مهمة. مثلاً مش ضروري تحكي بيتنا وإحنا صغار كان جنب مكتب البريد، صديقي المفضل أيام الطفولة اسمه خالد، لوني المفضل هو الأزرق، أنا بحب الآيس كريم بالفراولة. هاي كلها تفاصيل مش كتير مهمة وما إلها علاقة بمشاريعك أو بدراستك. مثال على جواب أفضل: اسمي لقاء، أنا أم 3 أطفال،
درست بكالوريوس صيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا وماجستير فارماسي أدمنستريشن بيونيفرسيتي أوف هيوستن. خلال دراستي بالماجستير بديت أهتم بموضوع الأبحاث وأستمتع فيه. شاركت بعمل 3 أبحاث تعلمت منهم كثير واستمتعت بهذا المجال. من هواياتي تسلق الجبال والسفر وبحب استكشاف الطبيعة، لهيك أنا كثير متحمسة أنه أدمج بين دراستي هون واستكشاف المنطقة بهاي الولاية. سؤال ثاني ممكن تنسأله، ليه اخترت أو قررت تكمل دكتوراه؟ خلال المقابلة رح تحاول اللجنة تفهم منك ليه انت قررت تدرس دكتوراه. ممكن تحس انه هذا سؤال سهل وبسيط، بس بدك تكون حذر انه ما تجاوب جواب كتير بسيط، زي انه مثلا معدلي كان عالي فقررت اكمل دكتوراه. هو انت بما انك وصلت مرحلة المقابلة في اللجنة عندها القناعة انك على الاغلب قادر اكاديميا على دراسة الدكتوراه، هم بيكونوا بدهم يتأكدوا انه عندك الدافع والإرادة انك تتحمل وتجتهد على الأقل 3 سنوات لتكمل دراستك. بدك تقنعهم انك بدك تكمل الدكتوراه للأسباب الصحيحة، وانك حاليا مهتم ورح تضل مهتم بهذا المجال على الأقل بالكم سنة الجايين، خصوصا اذا بتفكر تقدم لدعم او منحة. مرة ثانية، سببك لدراسة الدكتوراه ما بده يكون لأنك مش عارف شو تعمل بعد ما تخلص بكالوريوس أو ماجستير، أو لأنه حدا حكى لك إنك شاطر أو مجتهد ولازم تكمل، أو لأنك زهقت من شغلك وحاب تهاجر. جوابك ممكن يكون مثلاً أنا استمتعت بعملي وتجربتي الأكاديمية خلال البكالوريوس أو الماجستير، بس أنا متأكد إنه الدكتوراه رح تساعدني أتعلم أكثر وأقدم أكثر كباحث بمجالي. أنا عندي حماس لهذا الموضوع ومش حاسة أن الأبحاث الحالية كافية لتجاوب كتير أسئلة أنا حاب أتعمق فيها أكثر وأفهمها أحسن. سؤال ثالث ممكن يسألوك إياه، شو ناوي تعمل بعد ما تكمل الدكتوراه؟ ممكن تستغرب أنه ليه اللجنة بتسأل عن مشاريعك بعد التخرج، وأنه شو دخل قبولك بالدكتوراه أو قدرتك على الدراسة بشو بدك تعمل بعد التخرج؟ وممكن تكون لسه مش عارف ولا مقرر شو بدك تعمل بعد الدكتوراه، فهل ضروري تكون مقرر من هلا؟ الجواب نعم، متوقع منك يكون عندك فكرة ولو بسيطة عن شو رح تعمل بعد الدكتوراه، حتى لو فعليا انت عارف انه ممكن تغير رأيك بعدين. مرة تانية، من اهداف المقابلة ان هاللجنة تتأكد انك بدك تعمل دكتوراه للأسباب الصحيحة. السؤال عن خططك المستقبلية هو طريقة سريعة ليتأكدوا من هالإشي. الطلاب اللي بدهم يكملوا دراستهم لأنهم مش ملاقين شغل أو مش عارفين شو يعملوا بحالهم، سهل يفقدوا دافعهم للدراسة بنص الدكتوراه ويغيروا رأيهم وما يكملوا. طبعاً مش ضروري كل حدا بده يكمل دكتوراه يكون طموحه يحصل على وظيفة أكاديمية، بس الجامعات بدها توظف طلاب الدكتوراه بمسؤولية، وبدها تتأكد انه انواع المهارات والتدريب اللي حيوفروها خلال الدراسة بتناسب طموحك والمهارات اللي بتحتاجها. اذا خططك بعد الدكتوراه هي تعمل مثلا بوست دوك، اذكر هالشي. ضروري تبين لهم انك عارف بشكل عام الكارير باث وشو في مجالات ممكن تشتغل فيها بعد ما تخلص دكتوراه. بدك تورجيهم انك فكرت بالمستقبل وعارف شو في خيارات وبدائل بمجالك. طبعا لا تفكر انه مفروض انت تكون عالم بمجالك وعارف كل الفرص ومقرر بالضبط كل شيء رح يصير بعدين مشان تنقبل للدكتوراه. المطلوب منك بس يكون عندك معرفة عامة. مثلا اذا سألوك شو بتفكر تعمل بس تتخرج، ما تجاوب. على الاغلب يجيني عرض شغل مشان اعمل ابحاث اكثر، هيك عادة بيعملوا كل اللي بيكملوا دكتوراه. هاد جواب مش مقنع. مثال على جواب أحسن، أنا حاس إنه مشروع الدكتوراه رح يفتح لي أبواب كتير بمجالي، رح أستخدم شهادتي واللي تعلمته كأساس لبناء مهنة بحثية مفيدة ومثمرة، لكن أنا مهتم كمان بالفرص الأخرى المشمولة ببرنامج الدكتوراه. أنا حاب أصير أكاديمي بالمستقبل، بس برضو رح أترك الخيارات الأخرى مفتوحة. سؤال رابع، ما هي نقاط القوة والضعف عندك؟ سؤال بيتكرر كتير وتقريبا الكل بيتوقع إنه حينسأله،
بس هذا السؤال هو فرصة منيحة للتفكير بقدراتك وكيف ممكن تقدر تطورها خلال الدكتوراه. مهم نعرف إنه اللجنة فعلياً مش كتير مهتمة بشو هي نقاط قوتك أو ضعفك مقارنة بقديه هي مهتمة بمعرفة إنك قادر تحدد نقاط قوتك وضعفك وتفكر فيها وتشتغل عليها. عملياً بدك تعطي أمثلة واضحة على نقاط قوتك وتورجيهم إنك بتقدر تستفيد منها بشغلك بالدكتوراه. مثلاً ما بدك تحكي نقطة قوتي إني بنتبه على الوقت منيح، الأفضل إنه توصل لهم إنه في مواقف محددة أساسي بالنسبة إلي إني أكون منظم فيها، وكيف أنا فاهمة وعارفة أهمية إن الواحد يكون عنده الدافع الذاتي إنه ينجز ويدرس مشان ينجح بالدكتوراه بشكل خاص وبحياته بشكل عام. لما بدك تحكي عن نقاط ضعفك مهم تحافظ على التوازن الصحيح باللي بتحكيه. مقابلة الدكتوراه مش أفضل وقت لتذكر كل عيوب شخصيتك ونقاط ضعفك، وبنفس الوقت جواب نقطة ضعفي الوحيدة إني بحب كل شيء يكون بيرفكت وعلى أفضل وجه واضح إنه مفتعل ومش منطقي. إذا اللجنة سألتك عن نقاط القوة والضعف فهي بدها إنك تفكر وتحدد الاثنين. كون صادق بموضوع الأشياء اللي بنظرك صعبة وفيها تحدي، بس حددها واذكرها كمثال على حاجات تدريبية تتوقع تحسنها كجزء من الدكتوراه. مثلاً مثال على جواب ممكن يكون لهيك سؤال: بحس انه عندي قدرة ممتازة على التعبير والتواصل بالكتابة، اعمالي الاكاديمية والمهنية الحالية بتدل على قدرتي على طرح الافكار بوضوح وايجاز، بتوقع انه هذا رح يساعدني على ادارة المعلومات اللي الابحاث بالدكتوراه بتحتاجها، وحتساعدني على تحدي انتاج رسالة دكتوراه واضحة وفعالة. لكن انا مش دايما منظم مثل ما بحب، بدي أركز على هاي النقطة كجزء من تدريبي للدراسات العليا، وبتأمل إني أستفيد من المحاضرات وفرص التطوير الذاتي بالسنوات الأولى من الدكتوراه لأتحسن من هالناحية. هلا رح ننتقل على مجموعة الأسئلة من نوع آخر اللي هي أسئلة حول المشروع أو المجال البحثي اللي اخترته أو حتختاره للدكتوراه. هاي هي فرصة الجامعة لتقيم مدى ملائمتك لمنصب الدكتوراه المعلن عنه، أو قدي المشروع اللي انت حابه مناسب ومتناسب مع الخبرة المتاحة بالقسم. برضو هاي فرصتك لإظهار مهاراتك وخبراتك وإنك فاهم المطلوب منك لإكمال الدكتوراه. بالنسبة للأماكن اللي ممكن تقدم تمويل للطلاب، هذا هو الوقت المناسب إلك لتثبت إنك من أفضل الطلاب للحصول على هاي الفرصة. من الأسئلة بهاي المجموعة: ليه اخترت تكمل دكتوراه بهذا المجال؟ التركيز بهذا السؤال بيعتمد على البرنامج اللي انت مقدم له. في برامج بتحدد بالضبط مجال الأبحاث اللي حتشتغل فيها قبل ما تقبل الطلاب، وبتكون معلنة ومقررة، هاد أكثر شيوعاً بالعلوم والهندسة والطب. في برامج بتطلب انك انت تقرر وتحدد مجال البحث اللي حتشتغل فيه وموضوعه، هاد أكثر شيوعاً بالآداب والعلوم الإنسانية وبعض فروع العلوم الاجتماعية. إذا كنت مقدم لبرنامج دكتوراه فيها المشروع محدد مسبقاً، تأكد إنك عارف وفاهم مزبوط البرنامج اللي مقدم له وشو الأبحاث اللي حتشتغل عليها. بدك تحكي ليه هذا المجال البحثي مهم بالنسبة إلك، وإذا ممكن تقارنه بمجالات أخرى أقل أهمية إلك، وتحكي ليه أنت مهتم بهذا المجال مش غيره وليه اخترته. إذا كنت مقدم لبرنامج دكتوراه ومطلوب منك تقترح مشروعك الخاص، فهاي فرصتك لإظهار بعض الشغف والحماس لموضوعك. اذكر مقترحك البحث الخاص واغتنم فرصة المقابلة لمناقشته وتوسيع نطاقه. بالحالتين حاول تذكر بعض المنح الدراسية الموجودة وانك بتعرف عنها، وتظهر الوعي بهذا المجال اللي حتدخله. هاد مش معناه انه متوقع منك تعمل قائمة شاملة بالاعمال الرئيسية او المشاريع البحثية الحالية وتقارنها وتناقشها، هاد كله اشي رح تتعلمه خلال الدكتوراه ومش متوقع منك تعرفه قبل. بهاي المرحلة اللجنة بس بدها تشوف انك عارف وفاهم شو المجال اللي داخله ومتحمس كفاية لتحققه وتشتغل عليه. مثلا اذا سألت ليه اخترت تكمل دكتوراه بهذا المجال، ما بدك تجاوب: عشان أكون صادق معكم أنا مستعد أعمل أي إشي إذا بتعطوني تمويل. ممكن تجاوب: برنامج الدكتوراه هاد مناسب لاهتماماتي البحثية الحالية،
أنا منجذب برضو لفرصة أنه أتخصص أكثر بالموضوع وأطبر خبراتي وأزيدها. شفت مشاريع تانية وبالرغم من أنها مفيدة بس حسيت هذا البرنامج بقدم إمكانيات أكثر لمتابعة الأسئلة اللي بتهمني. سؤال تاني والسؤال رقم 6، ليه بنظرك أنت المرشح المناسب لهاي الدكتوراه؟ إذا كنت مقدم طلب للحصول على الدكتوراه لبرنامج موضوع البحث فيه محدد مسبقاً، فعلى الأغلب تنسأل ليه بنظرك أنت أفضل مرشح لتعمل هذا البحث، خاصة إذا كان في تمويل للبحث. خلوا ببالكم أنه بعض هاي المشاريع ما بتم تمويلها تلقائياً، مرات بيعتمد تمويلهم على جودة الطالب اللي الجامعة بتقبله، لهيك حتكون لجنتك حريصة جداً على التأكد من أنك حتكون الدكتور المناسب. مهما كان وضعك، هذا هو الوقت المناسب لتحكي شوي عن أي أعمال سابقة على مستوى البكالوريوس أو الماجستير. اللجنة بتعرف علاماتك، لكن هلا عندك فرصة تحكي عن شو تعلمت أو عملت خلال السنوات الماضية وتظهر حماسك وشغفك وتعطي أمثلة عن مواضيع بتهمك ومتحمس لها. بجوابك لهذا السؤال احكي لهم إذا عندك أي أبحاث أو خبرات أو أخذت أي كورسات إلها علاقة بالمجال اللي مقدم له. ما تجاوب مثلا أنا بنظري المرشح المناسب لهاي الدكتوراه لأني بحب قراءة الكتب وقراءة الأبحاث. ممكن تجاوب أنا بديت أهتم بهذا الموضوع خلال السنة الأخيرة من البكالوريوس، وهذا كان السبب أني كملت ماجستير بهذا المجال. اختياري هذا ساعدني أقرر موضوع رسالتي الماجستير واللي كان ممتع جدا بالنسبة إلي. أنا كتير متحمس أكمل مسيرتي البحثية بهذا المجال كطالب دكتوراه. سؤال رقم 7، كيف رح تمول دراستك أو مشروعك بالدكتوراه؟ واضح أنه هذا السؤال على الأغلب ينسأل لحدا قبل بالدكتوراه بس بدون دعم مالي. مع ذلك إذا الدعم المادي المقدم إليك مصدره منحة أو تمويل لبحث معين وهاي المنحة مقدمها دكتورك بس لسه ما بيعرف إذا رح يحصل عليها أو لا، ممكن تنسأل إذا عندك أي خطة طوارئ في حال ما قدروا يحصلوا التمويل، ما أعطوهم المبلغ اللي طلبوه كامل، أو إذا أخذ بحثك التخرج مدة أطول من التمويل تبع البحث. الطلاب اللي مقبولين بدون تمويل ممكن يحتاجوا يعطوا معلومات وتفاصيل أكثر عن مصدر التمويل. طبعاً مش متوقع منك تعطي تفاصيل وتحليل كامل عن مصادرك المادية أو تقدم لهم إثباتات أو أوراق، بس اللجنة على الأغلب تحب تتأكد إنك فاهم إنه الدكتوراه مكلفة وإنه عندك خطة بالبال في حال احتجت. مثلاً ممكن شخص ما عنده تمويل كامل يجاوب على هذا السؤال بإنه يحكي لهم إنه ناوي يبحث عن تمويل إضافي لبحثه، ممكن يعمل بشكل جزئي خلال المشروع إذا وقته بالدراسة بيسمح. ما بدك تستغرب وتتفاجأ خلال المقابلة وتصير تحكي ما عندي فكرة كيف بدي أقدر أدفع التكاليف، يعني متأكدين إنه ما رح يطلع لي منحة. مثال على جواب أحسن، أنا عملت قائمة قصيرة بمصادر تمويل خارجية ممكن تفيد، رح أتابع وأشوف أي مصادر أو منح صغيرة أو دعم مقدم من خلال الجامعة للطلاب. برضو ممكن أقدم للعمل بدوام جزئي لبين ما يتحسن وضع التمويل للبحث. هلا مجموعة تانية من الأسئلة اللي ممكن تنسألها رح تكون حول اختيارك للجامعة. متوقع إنه لجنة المقابلة تكون مهتمة تعرف سبب اختيارك لهاي الجامعة بالذات لتحصل فيها على درجة الدكتوراه. ممكن يطلبوا منك تحكي لهم كيف اهتماماتك البحثية بتتناسب مع القسم اللي انت مقدم له، أو ليه اخترت هذا القسم بالذات أو هذا المشروع بالذات لتكمل فيه، وشو انضمامك إلهم ممكن يضيف أو يفيد الفريق. التحضير لهاي الأنواع من الأسئلة هو في الواقع سهل ومش معقد. اقرأ عن الجامعة اللي مقدم لها، القسم والمشرفين ونوع الأبحاث اللي بيعملوها، وبين لهم إنك عارف وفاهم شو بيشتغلوا، ويفضل كمان تعطي أمثلة. مش شرط طبعاً تعرف كل إشي عن كل شخص، بس فكرة عامة وأمثلة بفيدوا كتير. برضو لا تتردد تذكر الجوانب الثانية للجامعة اللي عجبتك، سمعتها، خريجينها، حتى موقعها، ولكن مع الحفاظ على أنه التركيز الرئيسي يكون على ملائمة اهتماماتك وتطلعاتك مع أبحاثهم وإنجازاتهم. طيب خلينا هلا نحكي عن أسئلة ممكن تنسألها عن الجامعة بتفاصيل أكثر. سؤال رقم 8، ليه اخترت تدرس الدكتوراه بهاي الجامعة بالتحديد؟
بغض النظر عن باقي الأسئلة اللي رح تنسألها، شبه أكيد إنه اللجنة تسألك خلال المقابلة ليه اخترت هاي الجامعة وهذا القسم بالتحديد. بتقدر تستخدم الجواب لهذا السؤال لتوصل لهم أكثر من معلومة. بتقدر تحكي عن الجامعة بشكل عام، سمعتها وأبحاثها، احكي ليه حاب تشتغل مع المشرفين اللي عندهم على وجه الخصوص وكيف ممكن تساهم بمشاريعهم المستقبلية. هاي برضو فرصتك لترجع تأكد وعيك بسياق البحث اللي انت مهتم فيه وكيف بتناسب مع القسم عندهم. اذا كان في اكثر من قسم او مختبر بيعملوا ابحاث لها علاقة بالمجال اللي انت حابه، اذكر هالشي. احكي لهم شو اللي جذبك لهاي الجامعة وهذا القسم على وجه الخصوص وشو بتتأمل تحقق كطالب فيها. ممكن برضو تتطرق لفرص التدريب والتطوير اللي بالجامعة وتظهر الوعي بأي مرافق أو موارد أو مجموعات بحثية إلها علاقة بمجالك. هل عندهم مكتبة كبيرة؟ مختبرات حديثة ومجهزة بتقنيات متطورة؟ أساتذة وعلماء معروفين بمجالك؟ وإلى آخره. ما بدك تجاوب على هيك سؤال بإنك تحكي مثلاً أنا عملت ماجستير بهاي المنطقة، عندي شقة هون، أسهل لي أكمل عندكم. مثال على جواب أحسن: أنا بحثت ودورت على كثير فرص بهذا المجال وحاس أنه المشروع المطروح عندكم بالقسم هو الأفضل من نوعه، لأنه بيدمج فرصة عمل أبحاث فريدة وفرصة التدريب اللي حتساعدني ألبي احتياجاتي المهنية. أنا على دراية وعلم بأعمال المشرفين بالقسم وأبحاثهم اللي ساعدتني بشكل كبير أطور مهاراتي كباحث. أنا متحمس أستفيد من المرافق المتاحة بالجامعة وأجمع بين خبرتي، أفكاري، تطلعاتي وأعمال الأساتذة المشرفين وخبرتهم لأساعد بإنجاح هذا المشروع. سؤال ثاني، سؤال رقم 9: شو ممكن تضيف لهاي المجموعة أو الفريق البحثي؟ طلاب الدكتوراه هم أكثر من مجرد طلاب. خلال سنوات الدراسة رح تعمل بطرق عديدة كأكاديمي مبتدئ ضمن بيئة بحثية واسعة. رح تتواصل مع الطلاب والأكاديميين الآخرين واحتمال كبير تدرس الطلاب بالجامعة. رح برضو تنشر أبحاث مع مشرفك أو حتى أبحاثك الخاصة. هذا معناه أنه مساهمتك واللي حتقدمه إذا انقبلت في قسم أو لاب معين من نواحي كتير لا يقل أهمية عن اللي هم حيقدموا لك إياه. إذا سألوك شو ممكن تضيف للفريق، اغتنم الفرصة بأنك تسوق حالك شوي. احكي عن تجربتك الأكاديمية أو المهنية، احكي لهم طموحاتك، وضح لهم أنك من النوع اللي بيتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع اللي بيشتغلوا عليه، بحيث تتأكد أنه استثمار الجامعة المادي فيك ووقت الدكاترة اللي حيقضوه بتعليمك وتدريبك يرجع عليهم بنتائج إيجابية. ما بدك تحكي مثلا أنا معي بكالوريوس وماجستير وذكي فأكيد رح تستفيدوا مني. إجابة أفضل: أنا متلهف للاستفادة من التسهيلات والخبرات اللي بتقدمها الجامعة، لكني برضو بدي أساهم بخبرتي وحماسي. دراستي السابقة وعملي منحوني المهارات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا البحث أو المشروع، وأنا متحمس لأتعلم أكثر وأطور مهاراتي حسب الحاجة. رح يكون لي الشرف والفخر أني أصير جزء من هذا القسم، ورح أسعى أني أمثله أفضل تمثيل من خلال أبحاثي الخاصة وأي دراسات بشارك فيها. هدول باختصار مجموعة من أهم الأسئلة اللي ممكن تنسألها بالمقابلة. هلأ رح نحكي على السريع عن مجموعة من الأسئلة اللي أنت ممكن تسألها للجنة خلال المقابلة. احتمال كبير تنتهي المقابلة بدعوة من اللجنة انك تطرح اي اسئلة عندك عن البرنامج او الدراسة عندهم. هذا الجزء من المقابلة مهم وانت لازم تفكر فيه وتسأل اسئلة اللي بتهمك. طرح اسئلة جيدة بدل على دافعك وقدي انت فعلا مهتم بالبرنامج وحاب تكون جزء منه. هاي فرصتك تعرف اكثر عن المشروع اللي انت حتشتغل عليه والناس اللي حتشتغل معهم وتوقعاتهم منك كطالب دكتوراه. تذكر بما انك وصلت مرحلة المقابلة، اذا اغلب مواصفاتك الاخرى عاجبتهم وانت طالب جيد وعندك الامكانات المطلوبة وتتحقق فيك شروطهم. تذكر انك حتستثمر معهم من 3 لـ6 سنوات من حياتك بالاجتهاد والعمل الشاق، فلازم تتأكد انه هم برضو مستثمرين فيك ومقدرينك.
انك رح تنسجم مع مشرفك وانه طموحك وتطلعاتك ممكن تتحقق من خلالهم. وانت بالمقابلة ما بضر انك انت برضو تعمل معهم مقابلة صغيرة تعرفك عليهم اكتر. رح احكي لكم امثلة عن بعض الاسئلة اللي ممكن تسألوها للجنة لتتعرفوا على البرنامج اكتر وتتأكدوا انه بناسبكم. سؤال: ما هي ترتيبات الاشراف على المشروع؟ هذا السؤال بدل على انه تفكيرك عملي وانك متحمس لموضوع الدكتوراه وعم تفكر لقدام. برضو هذا سؤال مهم ومنيح تعرف جوابه مشان تعرف شو تتوقع وكيف ترتب امورك لما شغل الابحاث يبدأ. سؤال ثاني: ايش اهم الدورات التدريبية والمهارات اللي بقدمها القسم كجزء من برنامج الدكتوراه؟ هذا السؤال بدل على انك مهتم بفرص التنمية وتطوير الذات اللي حاليا بتشكل جزء مهم من برامج الدكتوراه. برضو هاي طريقة منيحة لتخفف اي مخاوف عندك حول مهاراتك الخاصة واذا كافي لتقدر تمشي بالبرنامج. بس بدك تكون حذر وتتجنب انك تسأل اسئلة ما الها داعي عن مواد اساسية مذكورة بوضوح بوصف برنامج الدكتوراه اونلاين او على موقع دراسات العليا بالجامعة. سؤال ثالث: هل رح يكون لي فرصة للتدريس، تقديم presentations او النشر؟ هذا اشي تاني ضروري تعرفه. مفروض اي برنامج دكتوراه قوي يوفر لك فرصة للتدريس او لعرض شغلك بالابحاث كpresentations او لنشر الابحاث. بكل الاحوال لازم يدعموك، يشجعوك ويعلموك كيف توصل نتائج شغلك للاخرين، كيف تكتبهم، تنشرهم وتمثل المختبر اللي تشتغل فيه ومشاريعه. سؤال رابع: كم عدد طلاب الدكتوراه اللي تخرجوا من عند هذا المشرف؟ لا تخاف وتسألوا عن الطلاب السابقين شو بيشتغلوا حاليا او وين صاروا. ممكن برضو تحب تعرف اذا حيكون في طلاب تانيين باللاب واذا حتتدربوا او تشتغلوا سوا. سؤال خامس: هل من المحتمل انه يكون في اي تغييرات بترتيبات تمويل المشروع؟ هذا سؤال عملي ومفيد. اذا كنت مقدم طلب للدراسة بمكان ممول ورح يدفع لك، فتأكد من فهمك لشروط هذا التمويل، مدته، وإذا مسموح دمجه مع أي دخل آخر وإلى آخره. إذا كنت حتدرس على حسابك ما بضر برضو تسأل إذا في احتمال بالمستقبل تقدر الجامعة توفر لك داعم مادي لدراستك إذا أثبتت حالك. طبعا هاي مجموعة أو مثال على بعض الأسئلة ممكن تسألها، بس أكيد في كتير أسئلة تانية ممكن تخطر على بالك أو تحب تعرف أجوبتها حسب ظروفك الخاصة، تخصصك، الجامعة اللي مقدملها والفريق اللي حتنضم له. أهم شيء تركز بأسئلتك على الأشياء الأساسية اللي بتهمك كطالب وإلها علاقة ببرنامج الدكتوراه اللي مقدم له، وتتجنب المواضيع السطحية اللي ما إلها اللي جوابها ما بفيد. حاول برضو تتجنب طلب المعلومات المتاحة بسهولة أونلاين أو على موقع الجامعة، لأنه هذا ممكن يشير إلى أنك ما دورت كفاية ولا قرأت قبل المقابلة، وهاي مش فكرة منيحة تتركها عنك لما تقدم طلب لدراسة الدكتوراه أو إجراء الأبحاث. هيك بنكون حكينا عن أهم الأسئلة اللي مفروض تتوقعها أو تسألها خلال مقابلة الدكتوراه، الماجستير أو حتى العمل بعد الدكتوراه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وموفقين يا رب.